درست طبعا أنا من سكان سوريا الأصل فلسطيني. درست الهندسة الميكانيكية في جامعة حلب بسوريا، من الجامعات القوية طبعا. من 1978 كان تخرجي. اشتغلت مع الدولة السورية حوالي 4 سنوات في شركة اسمها شركة رودكو للطرقات، وأخذت منها خبرة كبيرة بمجال المعدات والآليات، واشتغلت بشكل ميداني مش مكتبي. يعني نزلت على الميدان واشتغلت بإيدي حوالي 4 سنين ونص، واخذت خبرة كافية عن المعدات الطرق ومعدات الإنشاءات. قعدت فترة بعد التخرج شي حوالي أقل من سنة، بعدين إجاني نصيب على الإمارات. أجيت ب 1987 بأوله، ودورت على بحثت عن شغل، توفقت بشغل بشركة كمان بمعدات خدمات، واستلمت فيها منصب مدير صيانة، وكمان باشرت العمل برضو ميدانيا واخذت خبرة كافية. وكانت الشركة من مميزاتها أن عندها نوع من المعدات بيقولوا له الرافعة البرجية أو التاور كرينز، فهي من الأساس في بناء الأبراج وبناء البنايات العالية الشاهقة. يعني كانت شركة كبيرة، فعلا شركة كبيرة، كانوا أصحابها كويتيين، وأخذت منهم كمان خبرة عالية. وبعام 1990 فحسيت أنه طاقتي أكبر من أنه أكون موظف. يعني فباشرت بنفسي لوحدي، أخذت مكتب في المنطقة الصناعية بالشارقة، المنطقة الثالثة كانت بعدها في بدايتها، أخذت مكتب صغير يعني، وباشرت بنفسي يدور من الأمكن اللي كان بتبيع المعدات المستعملة اللي هي بحالة سيئة. أنا كنت أشتريها وأعملها إعادة ترميم يعني، وبيعها بسعر بأرباح كويسة جدا. خلال من 1990 لـ1993 يعني عملت مبلغ منيح محترم يعني فكنت أنا من الأوائل اللي فتحوا، أو بالأحرى أنشأوا شركة معدات مستعملة متخصصة بالتاور كرين. كان في واحد قبلي، بس هو كان بس مركز على التجارة. أنا لما أنشأت الشركة يعني ركزت على التجارة وعلى الخدمات مشان تكبر الشركة، لأنه تجارة بدون خدمات ما ممكن تكبر يعني. فبخلال 3 أعوام 93-94 صرنا نطلع على أوروبا نحصل معدات مستعملة بحالة جيدة. كان السوق صعب جدا أنك تحصلي موردين، لأنه لا كان في نت ولا كان في أي وسيلة أنك تكتشف بهالسهولة أبدا، لا كان صعب. فاللي كان يطلع على أوروبا كان يعتبروه شغلة منيحة، أنه والله لقى مصدر بمكان فلاني وجاب المعدات وباع بسعر مضاعف. فنحن عملنا فعلا خلال 93-94-95 لحد العام 2004 بدأت أبحث على شيء مميز، اللي هو يعني نوع من أنواع الماركات العالمية اللي هي تنهض بالشركة، لأنه العمل في المستعمل بيظل محدود يعني ما في. وأنا كوني كمهندس وعملت طبعا تدريبات في ألمانيا أكثر من مرة حول المعدات، يعني عملت أكثر من مرة
فلقينا انه لازم نتميز يعني عن الشركات المستعمله. الشركات المستعمله بالمعدات المستعمله بقصد بال 2004 كتروا كثير، فلقيت طبعا ماركه اسمها كوموديل تركس 2004 2005 بدايتها، تفاوضنا معهم واخذنا الوكاله تبعهم وعملنا طبعا مثل ما بيقولوا استوردنا بكميات كبيره من التاور كرين ونزلناها للسوق وبعنا وصرنا نعمل خدمات يعني كبرنا عدد الموظفين، يعني حاليا حوالي 100 موظف فني، معظمهم فنيين طبعا، الاداريين حوالي 10 والباقي كلهم فنيين، مهندسين، مهندسين في مستودع قطع الغيار، مهندسين في ترتيب اللوجيستيك، مهندسين في الإدارة، يعني معظمهم من الناس ذات كفاءة ورواتبهم محترم. يعني طبعا لما نحن فتحنا هون في 2004 حكومة الشارقة أعلنت أنه عند المنطقة الحمرية للاستثمار، طبعا يعني بفضل حكومة الشارقة ومثل بيقولوا نظرتها للمستقبل، نحن اندفعنا وبمساعدة بعض احد الاخوة من الشيوخ كمان اعطونا هالمنطقة هاي تبلغ حوالي 25,000 متر، رتبناها وسويناها، وهذا كان حافز لنا كبير انه يعني تتغير الشركة بشكل يعني بشكل مغاير تماما لما كنا عليه، لانه كنا في يعني اعطونا مجال واعطونا كون الاسعار كانت مناسبه وشجعونا طبعا، هذا بفضل من السياسه للحكومات يعني حكومه الامارات. طبعا احنا بالنسبه لنا هون بنعرف تماما لما اجينا على هالبلد، يعني السبب الرئيسي لنجاحنا انه انت حر، يعني بتشتغل ما حدا بيضايقك، ما حدا بيزعجك، بيقدم لك تسهيلات، بيقدم لك خدمات، يعني بتشعر بالامان وين يعني بغض النظر عن اي بلد تاني. انا حاليا يعني درت بلاد كتير حتى هاللحظه هاي، من الصعب انك تلاقي مكان تعمل على كيفك فيه بدون ما ضغوط، بدون ما حدا يجي لك بده يشاركك، بدون ما حدا يعني يضايقك. فعلا انت عليك انك تشتغل وتعمل جهدك، وفي مجال انك تشتغل، ما حد بيمنعك من انك تشتغل اي شيء شرعي او قانوني او صح. يعني عنا من هالزاويه هاي فعلا نحن راح نشكر الله، نشكر الشيوخ اللي اعطونا فرصه انه نيجي لهالبلد، لانه الحقيقه انا كفلسطيني جيت لهون ما اعتقد انه لاقي فرصه باي مكان في الدنيا، يعني اخذت فرصتي هون والحمد لله يعني، وهلا ابني معي انا عم بيحاول يعني يطور وحاول يغير شوي شوي، وعلى هالقدم ماشيين باذن الله يعني. ونحن من الناس المعروفين تقريبا بالسوق بالامارات، يعني انه من الموردين، يعني من الموردين الرافعات البرجيه والمعدات الرفع مثل معدات الكونكريت، الخلاطات، بهالامور هذه، بالتزويد وبالصيانه وبالتقديم الخدمات اللي هي جيده فعلا، يعني على مستوى مقبول جدا. وبالمناسبه نحن من 2010 تشجعنا انه نطلع كمان شوي على سنغافور، ورغم انه هي غاليه ما مثل هون والظروف يعني والقوانين شوي اصعب، بس يعني لازم نتواجد باكثر من مكان يعني مشان يكون لنا اسم. وعندنا شويه نشاط في انجلترا ببعض مع بعض الناس اللي هناك، يعني بنقدم لهم نوع من المعدات وبتاجروها مننا. اما في سنغافوره فنحن يعني نحن لنا شركه هناك، يعني نفس اسم الشركة اسمها يونيكرين باسم ثاني، اسم ثاني، بس هي من الشركة تابعة لنا. وهلا عندهم نشاط مثل ما بيقولوا بارتفاع الاقتصاد تبعهم ماشي حالهم، عم نزود بالكرينات اللي هي من نوع الثقيل، يعني من اللي بيقولوا لها هي نوع انواع المعدات الثقيلة، من الرافعات البرجية يعني. فماشي الحال كمان كويس. وهون يعني حاليا لما ب 2008 مش حاليا 2008 صار ركود، بس ما زلنا على انه
بمستوى يعني الحمد لله، يعني ما لا مرة أخرنا راتب ولا مرة حتى فنشنا حدا، كله ماشي لحد هاللحظة هاي. وما زلنا عم نقدم على مشاريع كبيرة، يعني عم يطلبوا مننا مثلا مشاريع مطار دبي الدولي، في كتير عروض عم نقدمها. نحن بندخل فيها، بندخل بمناقصاتها يعني. وعملنا مشاريع كبيرة هون كتير بدبي لشركات عالمية مثل السي سي سي، مثل الجابر أليك الجابر، مثل النابودا، مثل البام، كتير شركات كبيرة عنا بتعامل معنا 6 كونتراكت. بس التاور كرين اللي هو والمصاعد والآلات الرفع يعني، هذا متخصصين فيه نحن يعني. بس يعني دبي مول احنا اللي سوينا دبي مول، احنا من زودنا دبي مول بحوالي 33 كرين ماركت لبهر. هذا زمان ما كنا اخذين اي وكاله، كنا نشتغل بالمستعمل بس. باول ناس بدت في تاجير التاور كرين بدبي مول احنا بشركه رن لشركه السي سي سي والبيلفورد، بيلفورد بيتي مع السي سي سي اخذوا المول، واحنا اعطيناهم كل التاور كرين اعطيناهم يعني. احنا بعدين انطلقنا بالاجار، توسعنا بالاجار. حاليا حسب المجال اللي هو جي، يعني مثلا ناس عندها مجال في معدات الطب بتمشي، يعني ناس عندها مجال في معدات في مجالات حتى فتح المشافي او مدارس، في مجال ان الواحد يجي يتشجع فعلا يجي، لانه القوانين هون سهله يعني، ما في بلاك ميل، ما في ابتزاز هون، ما في ابتزاز اطلاقا الحقيقه يعني. بلاد ثانيه بتلاقي في ابتزاز، لا تفتح مشروع لازم تدفع لهذا ولهذا ولهذا، هون لا، تيجي عندك رخصه وشو ما كان اسعارها الى اجراءات، بتسوي رخصتك وبتاخذ حالك وبتمشي يعني. بلاد ثانيه لازم حتى لو في استثمار وفي ربح، بس بتحس انه في لازم يعني تدفع. هون ما في دفع، هذا فعلا اي انسان عنده فلوس من المفروض انه يجي هون، شو عنده اختصاص، شو عنده مجال رؤيه يشتغل بفلوسه هون، بيقدر يشتغل فعلا، بيقدر يشتغل مرتاح مهما كان الرقم اللي معه، ما حدا بيزعجه يعني ابدا. نشكركم ونشكر، نرجع نكرر نشكر يعني القائمين من الحكومة ومن سمو الشيوخ، من سواء من شيوخ دبي أو أبو ظبي أو خاصة الشارقة، لأنه أنا باشرت في الشارقة يعني، وعطونا فرصة فعلا. هاي الفرصة اللي نحن فتحنا فيها بالحمرية تغيرت كتير أمور معنا يعني، ما كنا متوقعين أن نوصل إلى المرحلة، والحمد لله طبعا من الداعمين فعلا، ان دعمونا يعني اي شيء كنا نروح لاداره الحمريه، في عندهم تساهل وفي عندهم لا باس يعني بشكل جيد. احنا ما عندنا اي مشكله، صرنا هلا فاتحين 14 سنه ما عندنا اي مشكله معهم، ومبسوطين وكل الامور بخير. نرجع نقول ان شاء الله بنتمم على اوسع، وبنتمنى انه يعني بنتمنى الامن والامان دائم لهالبلد، لانه نحن عشنا فيها وخيرنا منها، وان شاء الله بتضل على وتيره احسن واحسن باذن الله.